حي الله الحبايب، ياكم سام جيمز، ومثل ما وعدتكم دائما ياكم بكل شيء جديد. اليوم وياكم المقطع خرافي هو God Mode، شلون نسوي God Mode، متطلباته بس الايجنسي والمهمات اللي حاط الكام بالوصف مال المقطع. جليتش خرافي واسطوري، كل عليك تتبع الخطوات اللي راح اسويها. من تنزل المهمه راح تشوف هاي المهمه اللي قدام الايجنسي، اذا طلعت هاي المهمه اللي قدام الايجنسي فانت مخزن المهمه وامورك 100%. ده تلاحظ هاي المهمة. حياكم الله ديسكورد تليجرام، لأي مساعدة تحتاجوها ما راح نقصر وياكم بعالم جراند، ولا تنسونا بلايكاتكم وبدعمكم للمقطع. طبعا ده تشوف هسه بالايجنسي ماكو مهمة، لازم نسوي الخطوة الأولى حتى تجينا المهمة اللي داخل الايجنسي. فهنا لاحظ راح أجي أوقف بالدائرة 100%، لاحظ وقفت بنص الدائرة 100%، فكل اللي علي أضغط أونلاين، وبعدين أروح إلى بلاي ليست، بعد البلاي ليست اروح ماي بوك مارك بلاي ليست، راح القي اسم المهمه اللي اني خزنتها مثل ما تلاحظ هنا، وهنا انا ضغطت عليها اكس، وبعدين سهم يمين اكس، وبعدين الضغط باللي سهم يمين فد مارتين ثلاثه، راح يساعدك بالسماء ويدخلك الى المهمه. اذا دخلت المهمه امورك 100%. بعد ما تطلع من المهمه هنا راح تظهر عندك المهمه الثانيه اللي هي داخل الايجنسي، هو احنا هذا المطلوب اللي نريده. لاحظ بعد ما ندخل الايجنسي راح نشوف مهمة داخل الايجنسي. لاحظ هنا انا وياي تلاحظ المهمة اللي هي داخل الايجنسي. هسه كل علينا لازم نوقف الوقفة الصحيحة حتى نسوي الجليتش الثاني، الخطوة الثانية. اوقف نهاية الطاولة الاولى، وبعدين اضغط على خيار الاخير واضغط عليه اكس والجير القدام، فراح تظهر لي هاي الشاشة دا تلاحظ شلون. بعدين اضغط تليفون سهم لي فوق، راح يطلع عندي التليفون، يعني اني امقلتش. لاحظ هنا أنا. بعد ما يطلع التليفون اموري تمام 100%. هسه راح اجرب الجليتش اذا متت، لان هذا God Mode، اريد اشوف شلون يعني من شنو اموت. اقول لك من اي شيء ما راح تموت، يعني لو تقتل السيرفر كله والشرطه والسيرفر واللواعيب والدنيا كلها تضرب عليك والقعقاع يضرب عليك ومدير شركه مال روكستار، راح تبقى انت عايش. فدير بالك تسوي بالسيرفر العام، لان ممكن احد يبلغ عليك وراح تاكل باند. God Mode دائما عليه باند بالسيرفرات العامه، فهذا تسوي بالمهمات حلو، يعني راح تخلص المهمة لو أحلى ستاب بتسويه، راح تسوي الجليتش وتدخل تسوي ستاب وأمورك مضبوطة يعني وتخلصه وما راح تموت. فأتمنى من الله أنه عجبكم هذا المقطع حبايبي، ولا تنسونا بلايكاتكم وبدعمكم، وإن شاء الله أشوفكم دائما بالمقاطع الحلوة والبثوث تجمع الLS لكل سيارات المهكرة. وحياكم ديسكورد تليجرام، أي شيء تحتاجوه بعالم جراند ما راح نقصر وياكم، وحياكم في الستور مال جراند لكل حسابات المهكر. تحياتي لكم حبايبي، وبيسفول لاف، ومع السلامة.